مرحبا بكم في فيديو اليوم. سنتحدث عن أعراض سرطان الجلد. سرطان الجلد هو نمو غير طبيعي لخلايا الجلد. يعد هذا النوع من السرطان من أكثر أنواع السرطانات شيوعا. تتطور الإصابة بسرطان الجلد عادة في المناطق التي تتعرض لأشعة الشمس، بما فيها فروة الرأس والوجه والشفاه والأذنين والرقبة والصدر واليدين وحتى القدمين، وبالأخص لدى النساء. ولا تقتصر الإصابة على هذه المناطق، لذلك تعد معرفة أعراض سرطان الجلد مهمة للجميع. يوجد ثلاثة أنواع شائعة من سرطان الجلد، وهي سرطان الخلايا القاعدية، سرطان الخلايا الحرشفية، والورم الميلانيني، وهو النوع الأكثر خطورة من بين سرطانات الجلد. تشمل الأعراض المصاحبة لكل نوع من أنواع السرطان ما يأتي. أولاً، أعراض سرطان الخلايا القاعدية. هذا هو النوع الأكثر انتشاراً من بين أنواع سرطان الجلد، وهو في الوقت نفسه النوع الأكثر سهولة للمعالجة نسبياً والأقل تفشي في الجسم. قد يظهر سرطان الخلايا القاعدية بأحد الصور الآتية: نتوء على شكل لؤلؤة أو بما يشبه الشمع الذي يظهر على الوجه أو الأذنين أو مؤخرة العنق، نذبة بنية اللون ومسطحة، قرحة مفتوحة لا تلتئم. ثانياً، أعراض سرطان الخلايا الحرشفية. هذا النوع يمكن معالجته بسهولة نسبياً إن تم الكشف عنه في مراحله المبكرة، لكن يميل إلى الانتشار والتفشي في الجسم بسرعة أكبر من سرطان الخلايا القاعدية. يمكن أن يحدث سرطان الخلايا الحرشفي الجلدي في عدة أشكال، أبرزها كتلة صغيرة وصلبة لونها أحمر تظهر على الوجه أو على الشفتين أو الأذنين أو مؤخرة الرقبة أو كفتي اليدين، ندبة مسطحة مغطاة بالقشرة تظهر على الوجه أو الأذنين أو مؤخرة الرقبة أو راحتي اليدين. ثالثاً، أعراض سرطان الجلد الميلانيني. قد ينشأ الورم الميلانيني من أي منطقة في الجسم، ويعد من أخطر أنواع سرطان الجلد، ويصيب كافة الأشخاص وبألوان الجسم المختلفة. وتشمل أعراض الإصابة بهذا النوع من سرطان الجلد ما يلي: شامة غير منتظمة، أي لا يوجد تماثل فيها، فجانبها الأيسر يختلف عن الأيمن أو العلوي يختلف عن السفلي، شامة تحتوي على أكثر من درجة لونية، عدم انتظام الحد الخارجي للشامة الجلدية، بقع داكنة اللون على راحة اليد أو باطن القدم أو أصابع اليد والقدمين أو في الأغشية المخاطية المتواجدة في جدار الفم والأنف أو المهبل أو الشرج. ينبغي استشارة الطبيب المعالج عند ملاحظة ورم جديد في الجلد أو تغير مشبوه يظهر على الجلد أو تغيير في مظهر أو ملمس الشامات أو ظهور جرح لا يلتئم في غضون أسبوعين. علاج سرطان الجلد يعتمد على عدة عوامل، بما في ذلك نوع السرطان ومرحلته ومدى انتشاره. وتتضمن خيارات العلاج لسرطان الجلد جراحة إزالة الورم، العلاج الإشعاعي، والعلاج الكيميائي والتجميد. يمكن الوقاية من معظم حالات سرطان الجلد ومنعها من خلال اتباع الإرشادات الآتية: تجنب التعرض لأشعة الشمس ما بين الساعة 10 صباحاً حتى الساعة 4 بعد الظهر، ارتداء ملابس واقية من أشعة الشمس، إجراء فحوصات للجلد في أوقات متقاربة وإخبار الطبيب عند وجود تغييرات، الاهتمام باستخدام مرهم واقي من أشعة الشمس في كل أيام السنة.